سلام الله عليكم جميعا، تحياتي لكم وأسأل الله أن تكونوا بألف خير. قبل أن نباشر النصيحة الثانية بالنسبة للقنوات التي تم تفعيلها، لا تنسوا الضغط على الجرس بالنسبة للذي سيشاهد الفيديو أو سيدخل إلى قناتي لأول مرة، وبالنسبة للمشتركين عندي لا تنسوا اللايك والتفاعل بتعليق مناسب للمحتوى، لا تنسوا هذه الأشياء فضلا وليس أمرا. إذن مع النصيحة الثانية التي سنقدمها في إطار مجموعة من النصائح بالنسبة للقنوات المفعلة. إذن سأحاول أن أتحدث بالدارجة المغربية حتى يسهل التواصل أكثر وحتى يسهل الخطاب الموجه إليكم. إذن لا شك أن مجموعة القنوات خصوصا بالنسبة للقنوات المفعلة دائما كتشتكي من موضوع اللي هو نقصان الاشتراكات، دائما نقصان الاشتراكات في تناقص، دائما العدد ديال الاشتراكات ينخفض، وهذا طبعا نقصان الاشتراكات له مجموعة من الأسباب، والتي من بينها عدم تفاعل مع القنوات الأخرى. بمعنى أنت صاحب قناة، خصوصا بالنسبة للقنوات المفعلة، أنت صاحب قناة وأنت صاحبة قناة، تنسى عنصر مهم اللي هو أنه ما كتفاعلش مع القنوات الأخرى. بمعنى آخر أنه ما كتزورهمش، ما كتفاعلش معهم بتعليق المناسبة للمحتوى، ما كتعمل لهمش لايك. طبعا كاين مجموعة ديال الأسباب الأخرى ديال فقدان الاشتراكات، من بينها مثلا أنه ما خصكمش تفاعلوا مع القنوات اللي كتكون عندها حسابات وهمية، التبادل عن طريق الحفلات أيضا من ضمن الأسباب اللي كتجعل أنه جعلنا أننا نفقدوا الاشتراكات. كذلك أنه الناس اللي كتدخل عندنا من خلال التبادل كيدخل ما كيتفرج، فكيدخل عندك المباشرة للقناة كيعمل لايك ربما أو يخرج أو كيعمل شي تعليق غير مناسب للمحتوى، فحال مثلا على الحصال جيت عندك زورتك الى اخره، هاد التعاليق اللي هي مرفوضه وغير مرغوب فيها بالنسبه لليوتيوب. اذا هنايا غتبعوا معايا حتى الاخر الفيديو. بالنسبه للناس اللي عندهم يشتغلوا عن طريق الهاتف عن طريق التليفون، ونوريكم واحد الطريقه بسيطه جدا كيفاش تعملوا انكم تفعلوا مع باقي القنوات. تابعونا حتى الاخر الفيديو وشكرا. وقبل أن أنسى وحتى لا يغضب مني الأصدقاء وصديقات الناطقين بالعربية أو الناطقين يعني بأي لهجة محلية في عموم الدول العربية، فإنني سأضع توصيفا للفيديو يعني description لهذا لمحتوى الفيديو، سيكون التوصيف مكتوب أسفل العنوان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالتوفيق لكم جميعا.